السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب فيرست سكندري، أهلا بكم، أهلا بكم من قناة ذاكر لي حساب وماس. معكم مستر تعطي لغيتي. هنكمل برضو، لسه برضو مكملين في حل اكسرسايز لأول ليسون في الألجبرا، والنهارده هناخد بقى آخر جزء خالص فيه اللي هو بيتكلم عن الميجر هاي ستاندرد ليفل أوف ثينكينج. حاجات سهلة وبسيطة برضو، ما تستبعدش إن هي ممكن تيجي لك في الامتحان، تستبعدش انها ممكن تيجي لك في الامتحان، عادي ممكن تيجي لانها ما هياش يعني مسائل اللي هي صعبه قوي. فان شاء الله هنحل كل حاجه بالتفصيل وهتفهم باذن الله. ادي حاجه. الحاجه التانيه كمان، لو انت لسه بتتفرج على اول مره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الدروس الجديده اول باول، وهتلاقوا في وصف الفيديو اتنين بلاي ليست، البلاي ليست الاولانيه بتاعت الشرح، وفي بلاي ليست كمان لحل تمارين المعاصر. طيب تمام، انت عندك هنا بيقول لك ايه؟ choose the correct answer from the those given. L and M are the roots of quadratic equation x power 2 plus 1 equals 0. Then L power 2018 plus M power 2018. تمام. هو هنا لما يجي يقول لك ان ال L وال M هنا بيكون two roots of the quadratic equations. two roots يعني two solution set. يعني ال value بتاعت ال x. طب ما تيجي يلا نطلع ال solution set بتاعت ال quadratic دي. يعني x power 2 plus 1 equals 0، هنودي ال 1 ديت ال other sides بيبقى هيكون بال negative، يعني ال x power 2 بيكون equals negative 1. طب دلوقتي انا عندنا x power 2 هقول له taking square root for both sides، هنا square root square root وهنا برضه square root. هنكنسل root with ال 2، هيبقى الريميندر عندي هنا ال x، وما تنساش لما اجي اخد square root هيطلع لي هنا بال 2 values positive or negative root negative 1. يعني ال x بتكون equals positive or negative root negative 1 اللي هي بتكون equals ال ايه؟ ال i. root negative بيكون equals ال i. فمعنى كده ان ال value of ال x بتكون x equals positive i و x equals negative i. خلي بالك، يبقى ال x بتكون equals ال ايه؟ positive i، وال x التانية بتكون equals ال ايه؟ negative i. احنا بقى هنجيب ال x الاولى ديت، ال first x ديت، ونحط مكانها l، وديت هنحط مكانها الام. مستر ايه؟ طب ليش ما ايش عرفنا يعني؟ ما هو اللي قال لي هنا ال والام ار تو ار ذا روتس، ما هم دول الروتس. ما هو انا مستر ما ممكن تكون مثلا دي الام ودي ال، لا عادي، حتى لو عملت سويتش او عملت تشينج مش هيحصل اي تغيير يعني، عادي هيطلع نفس الانسر. خلاص؟ يبقى ال L هنا تكون ايكوالز الايه؟ الاي. خلاص؟ يبقى هنا هتكون اي، تعالى نمسح دي كده بقى. ال L ديت هنحط مكانها ال L ديت هنحط مكانها I power 2018 plus ال M ديت هتكون equals negative I 2018. اوكي؟ طبعا ديت لما نيجي كنا بنحلها كنا بنعمل ايه؟ بنعمل divide by 4. يعني بنقول هنا 2018 divided 4 equals، بنعمل S 3 طلع لي هنا ال remainder هنا 5 tenths. وال 5 تنس كانت الفاليو بتاعت اللي احنا حفظناها كانت بتكون ايكوالز نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 بلس. طب هنا نيجاتيف اي باور 2000، عندك هنا النيجاتيف ديت والباور هنا ايفن، فالنيجاتيف ولا كانها موجوده لان كده كده اصلا هتتكنسل. ثواني بس اخد شويه شاي بنعناع. تمام، فالنيجاتيف ديت باور ايفن ديت فتتكنسل. بقت الاي باور 2018 اللي هي زي دي برضو هتطلع برضه بنيجاتيف 1. بقى هنا عندي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 1 هيكون ايكوالز لايه؟ نيجاتيف 2. تمام كده؟ تمام. طب نمبر 2 هنا بيقول لك 1 بلس الاي باور 2020. عادي مش مشكله خالص. مفيش فيها مشكله، مفيش فيها مشكله. بس ازاي مستر عاملها ازاي؟ ما هو انا مش هينفع اعمل ديكومبوزنج الا لما يكون 1 بلس الاي باور 2 all over power كام؟ هنعمل 2020 ديت divided 2 هيكون equals 1010. لان احنا قلنا هنا power of الباور بنعمله multiply. طيب نفك دي يلا نعملها ديكومبوز، هنجيب السكوير بتاعت ال 1 ديت هتكون equals 1 plus i by i equals ال i power 2 plus 2 by 1 by i equals 2i. ما تنساش ان كل ده باور ايه؟ 1010. طبعا احنا عارفين هنا ان ال i power 2 ديت كان بكام؟ بنيجاتيف 1، دي بنيجاتيف 1. 1 ماينس 1 بيديني 0. يبقى هنا 2i باور 1010.
طب انت لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي هنا عندك في التشوز هنا 2i باور 10 10، لا يبقى انت هتضطر بقى انك تجيب الفيرست تشوز ديت ونعمل ايه ونطلع الفالوز بتاعتها. يعني هنا بيقول لي 1 ماينس الاي باور 2020 برضه هتبقى 2 باور 2 اوفر باور ايه 10 10. عملنا ديفايد على فكره 2020 ديفايدد 2 طلع لي 10 10. يلا هنجيب برضه السكوير بتاع ديت 1 باور 2 ب 1 نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف اي باي اي ايكوالز الاي باور 2 بعد كده positive by negative equals negative 2 by 1 by i equals 2i. ما تنساش ان كل ده باور ايه 10 10. ال i باور 2 ديت الفاليو بتاعتها ب negative 1 negative 1 plus 1 equals 0 بقى الريمندر عندي negative 2i باور ايه 10 10. انت عندك النيجاتيف ديت اصلا باور ايفن فهتتكنسل. شوف هنا بقى عندك هنا 2i all over او باور 10 10، واللي احنا طلعناه في الاول برضو 2i باور 10 10. احنا طلعنا ديت فكناه فطلعت 2i باور 10 10، وبرضو عملنا ديكومبوزنج للفيرست تشوز زد فطلعت برضو 2i باور 10 10. يبقى معنى كده ان الانسر هيكون فين؟ الاثنين بيكونوا ايكوالز، الانسر هنا هيكون ليتر اي. طب هنا بيقول لي اف 1 ماينس الاي اوفر 1 بلس الاي ال اوفر باور 100 ايكوالز الاكس بلس الواي اي، فانا عايز الفاليو اكس وواي. هنجيب دي برضو نفس الفكرة برضو 1 minus i over 1 plus i برضو كده بص باور 2، لان ما ينفعش اعمل حاجة غير باور 2. all over باور كام 100 divided 2 equals كام equals 50. طيب نحل دي ازاي؟ دي كانها مسألة ما ينفعش ان انا يعني الكمبلكس نمبر في الدنمينيتور كده اسيبه، هنعمله تايمز الكونجيجيت بتاعته. يبقى بناخد اللي جوه ديت كانها مسألة الاول 1 minus i over 1 plus i times the conjugate بتاعت الدنمينيتور 1 minus i over 1 minus i. ما تنساش ان كل ده باور ايه 2، وما تنساش برضو ان كل ده باور ايه 50. ركز معايا عشان ما تتهش، لو انت هتتوه ولا حاجة ما تكتبهمش، يعني ما تكتبهمش دلوقتي، وقف لحد كده وطلع المسألة بس ما تنساش ليه انك تعملها في الاخر باور 2. طب 1 minus i multiply 1 minus i كأنها 1 minus i power 2 over 1 times 1. هنا بقى 2 complex number دول طبعا دول conjugates complex number. يبقى نجيب لك السكوير بتاعت الفيرست هيكون ب 1 plus، والسكوير بتاعت ال 1 دي برضو هنا في 1 على فكرة هيكون برضو ب 1. يبقى 1 minus i power 2 over 1 plus 1 equals 2. تعرف تفكر دي 1 minus i احنا عملناها في المسألة اللي فاتت باين 1 minus i طلعناه هنا 1 minus i power 2 كانت طلعت 2i، يعني طلعت لي 2i. يبقى 2i over 2. تعال برضو نطلعها عشان برضو لو في حد ايه ناسي ولا حاجة. هنجيب السكوير بتاعت ال 1 يبقى 1 negative by negative equals positive i by i equals i power 2 positive by negative equals negative 2 by 1 by i equals 2i over 2. انت عندك هنا ال i باور 2 ديت ب نيجاتيف 1 1 minus 1 equals 0 دي تتكنسل خالص. بقى الريمندر عندك هنا 2 نيجاتيف 2i over 2، ال 2 تتكنسل مع ال 2 هيبقى الريمندر عندك هنا نيجاتيف i نيجاتيف i. ما تنسى يبقى كل ده بايه؟ بالنيجاتيف i نيجاتيف i باور 2 النيجاتيف باور ايه بتتكنسل هتبقى i باور 2 i باور 2، والi باور 2 دي الفاليو بتاعتها بكام؟ بالنيجاتيف 1. ما تنساش ان كل ده برضو باور ايه 50 نيجاتيف 1 نيجاتيف باور ايفن هتبقى تتكنسل هتطلع لي بوزيتيف 1 باور 50 هيكون ب 1 هيكون بايه ب 1. يبقى انا كده طلعت الفاليو بتاعت كل دي بكام ب 1. اقول له بقى ايكوالز اكس بلس الواي اي، يعني اكس بلس الواي اي ايكوالز ال 1. يا رب تكون ما كنتش تهت مني، ركز معايا بالله عليك. فهنا انا عندي هنا الريل بارت ايكوالز الريل بارت، يعني الاكس هنا هتكون ايكوالز ال 1. طب والimaginary part هنا مفيش يبقى يكون بزيرو، يعني الاي ديت يعني الواي ديت هتكون ايكوالز زيرو. فبقول لك انا عايز ابقى بالاوردر بير، هيبقى الاكس هنا اللي هيكون ب 1 والواي هنا بزيرو هيكون 1 اند 0 هيبقى الليدر دي. فهمت يا معلم؟ يا رب تكون فاهم وما تهتش مني. طب نمبر 4 هنا بيقول لي ذا كونجيكت اوف ذا نمبر 2 بلس الاي اول اوفر باور نيجاتيف 1. اولا هنا باور نيجاتيف يبقى انا لازم نتخلص من باور نيجاتيف دي، هنعمل فيها ايه؟ ايه؟
هنخليها هنا تحت في الدينومينيتور 2 بلس الاي 1 اوفر 1 اوفر 2 بلس الاي كده يعتبر هي اصلا في النيموريتور خليتها في الدينومينيتور تايمز بقى الكونجكت بتاعتها لان ما ينفعش يكون عندك كومبلكس نمبر هنا في الدينومينيتور يبقى 2 ماينس الاي اوفر 2 ماينس الاي 1 تايمز 2 ماينس الاي يبقى 2 ماينس الاي اوفر هنجيب السكوير بتاعت الفيرست يبقى 2 باور 2 هيكون ايكوالز 4 بوزيتيف وبقى على طول بوزيتيف والسكوير بتاعت الكوفيشنت بتاعت الاي هتكون ب 1 يبقى 2 ماينس الاي اوفر الاي 4 بلس 1 ايكوالز 5 وبعدين هو قال لي هنا بقى انا عايز الكونجكت الكونجكت يبقى هنجيب الاعداد بانفرس بتاعت الايماجينري بارت بدل ما هي نيجاتيف اي هتبقى بوزيتيف اي هتبقى 2 بلس الاي اوفر 5 هيكون ليدر دي اوكي which of the following considering factorization of the expression x power 2 plus 4 تمام كده تمام احنا اول حاجه هنا انك لازم تطلع الفاليو اوف الاكس يعني x power 2 plus 4 equal 0 ما اعرفش انا اقدر اطلع الروتس هنودي ال 4 دي جت ثانيه x power 2 equals negative 4 هولو تيكنج سكوير روت هنا وهنا يبقى x equals دي هتتكنسل مع دي positive or negative ما تنساش root وهنا في negative هيكون بi وروت ال 4 هنا equals 2 طب هنا بقى لما نيجي بقى نعملها بالفاكتوريزيشن نعمل هنا 2 bracket ما ده الفاكتوريزيشن ال x دي هتبقى x و x positive 2i هتتحط هنا بالعكس بالانفرس بتاعت negative 2i وال negative 2i هتبقى positive 2i خلاص لان كده كده اصلا عشان نطلع روتس بقول ايكوال 0 وببدا احل الايكويشنز فعشان كده انا بقول لك بنجيب عكس الساين بتاعتها بقى تبقى فين بقى الفاكتورايزيشن بتاعتها هتكون ليتر دي اكس ماينس 2 اي ملتيبلاي اكس بلس 2 اي طيب تو فايند ذا ريل فاليو اوف اتش اوف اكس اند واي ات از سفيشنت تو هاف يعني ممكن هيكون هنا مين عشان نطلع الاكس والواي تعال نشوف دي كده انا عندي دي ريل بارت هنقوله ايكوالز الريل بارت يعني اكس بلس 2 ايكوالز 3 هنودي 2 دي جت ثانيه بالماينس يبقى 3 ماينس 2 يعني الاكس هنا هتكون ايكوالز 1 طيب وعندك هنا الايماجينري بارت هنكنسل اي مع الاي يبقى ال 4 واي ايكوالز نيجاتيف 4 يبقى معنى كده ان الواي هتكون ايكوالز نيجاتيف 1 يبقى انا كده طلعت الاكس وكده طلعت الواي يبقى الليتر ايه صح تمام صح طب هل يا ترى كده خلاص لا استنى ان انت عندك هنا ليتر بي لسه برضو ممكن في احتماليه تعال نشوف لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي هنا الريل بارت ايكوالز الريل بارت اللي هي ايه 2x بلس الواي ايكوالز الاي 7 ماشي وعندك هنا الايماجينري بارت اللي هو ال 5i وهنا 5i يعني لا يعني معنى كده ان هم هنا بزيرو يعني هنا معنى كده ان مفيش هنا ايماجينري بارت ايماجينري نمبر مش موجود طيب لو جيت هنا بصيت على الريل بارت هتلاقي هنا عندك تو فاريبلز تو فاريبل ده الاكس والواي انا مش عارف اطلعهم وخصوصا كمان ان الايماجينري بارت كمان هنا بزيرو يعني مفيش هتطلع دي ازاي هتطلع الفاليو بتاعت اكس والواي دي ازاي ففي الحاله ديت هتكون ليدر ايه هي اللي بس اللي هتكون ايه صح اما ديت طبعا هتكون فولس تمام هنا بيقول لي ذا سمولست بوزيتيف انتجرز ان which makes 1 plus n over 1 minus i all over bar n equals 1 احنا قلنا قبل كده في فيديو الشرح ان علشان نطلع اي values real imaginary number equals 1 لازم يكون power 4 دي معروفة power 4 يعني على طول كده يعني مش محتاج انك تعمل على فكرة انا ممكن اثبتها لك بس هي معروفة خلاص يبقى اي number او imagine number بيكون الباور 4 عشان الفاليو بتاعته بتكون ايكوالز الايه ال1 طب شوف بقى الحته اللي جايه دي بقى مهمه جدا الجزئيه دي if a and b and c and d are four positive consecutive integers بخلي بالك four positive consecutive integers then i power a plus i power b plus i power c plus i power d هو قال لك هنا 4 بوزيتيف كونسيكوتيف انتجرز يبقى انت كده تجيب من عندك انت يعني كده ممكن نقول i باور 1 بلس i بالبي ديت نحط مكانها 2 بلس i باور 3 بلس i باور 4 طب ليه يا مستر ما هو قال لي 4 بوزيتيف كونسيكوتيف انتجرز
طب كده تعالى كده نطلع الفاليوز ال1 الاي باور 1 باي والاي باور 2 بنيجاتيف 1 والاي باور 3 الفاليو بتاعتها بنيجاتيف اي والاي باور 4 لسه هنا من شويه ب1 هنا اي ونيجاتيف اي ب0 و1 ماينس 1 برضو ب0 يبقى كل ده مطلع لي في الاخر بكام ب0 يبقى كل ده بايه ب0 وخلي بالك انا قلت لك قبل كده يعتبر ده 1 هول روتيشن قلتها لك في جزئيه الشرح دي 1 و2 و3 و4 بتبدا من عند 1 2 3 4 اللي هي ملتيبل اوف 4 كده انت بكده بتعمل 1 هول روتيشن او 1 كومبليت روتيشن تمام انت عارف هنا لو قلنا مثلا i باور 5 بلس i باور 6 بلس i باور 7 بلس i باور 8 ده كومبليت روتيشن برضو هتطلع لي بزيرو فركز في الجزئيه ديت عشان متعلقه بالكويشنز اللي وراها نمبر 9 هنا بيقول لك ايه i اللي هي i باور 1 بلس i باور 2 بلس i باور 3 بلس i باور 4 بلا 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 i باور 100 ايكوالز ما احنا لسه قايلين من شويه دي كلها على بعضها بكام بزيرو انت عارف بعدها i باور 5 6 7 8 برضه بزيرو 9 10 11 12 برضه بزيرو طب انا هفضل شغال على كده ايوه طب انا عايز اخلص ما انت بتجيب الباور اللي هو الاخير ده ال 100 هل يا ترى اسال نفسك انفع اعمله ديفايد ال 4 اه ده طلع لي هنا 25 من غير ريميندر يبقى معنى كده ان هيبقى في انت عارف يعني ايه 25 يعني معنى كده 25 كومبليت روتيشن يعني 25 دوره كامله يعني 25 صفر 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 يكون في الاخر ايه 0 يا رب تكون فهمتها شوف دي بقى 1 بلس اي خلي بالك هنا دول كل دول براكتس ماشي في ما بينهم هنا فينا ملتبلاي تمام طب 1 بلس اي ملتبلاي البراكت 1 بلس اي باور 2 الله مش ملاحظ حاجه ايه ان عند الاي باور 2 ديت الفاليو بتاعتها بكام بنيجاتيف 1 يعني بقت 1 ماينس ال1 ايكوالز الايه 0 بقى البراكت ده ايكوالز الايه 0 لو انت يعني انت لماح بتفكر ب2 جنيه هتعرف ان كل ده يطلع لك بكام في الاخر ب0 اشمعنى علشان ال0 تايمز any number of brackets equals zero يعني لو جايب لك حتى كم brackets برضو تطلع لك بزيرو عارف ان لما اجي اقول لك zero multiply 2 multiply 13 multiply 7 multiply 5 multiply انت عندك هنا في zero times كل ده بزيرو ما هو ده برضو نفس الفكره تمام طب هنا بيقول لك if i power m equals i power n then which of the following is always correct مين هنا اللي هيكون correct طب امتى يكون ال 2 powers اللي بيكونوا equals بعض هل يا ترى لما اجي اقول i power 4 equals i power 4 برضو انت في ايه طب ما احنا عارفين لا خلي بالك هنا ان ال powers هنا بيكونوا different امتى يكون ال i power 4 equals ال i power e في الحالة ده هيكون i power any number of multiple number 4 مثلا 8 بيكون الاثنين ايكوال جيب 1 دي برضه هيطلع لي ب 1 تمام يبقى احنا هنا الام ديت ب 4 والان ديت هتكون ب 8 بقول لك هنا which of the following is always correct هل يا ترى الام ايكوالز الان لا طبعا طب هنا بيقول لي ان الام بلس الان از ان ايفن نمبر لو عملنا الباورز بلس 4 بلس الام 4 بلس ال 8 ايكوالز 12 ده ايفن فعلا ترو كمل ان ماينس الام اللي هي ديت 8 ماينس ال 4 بقول لك از ا ملتيبل اوف 4 8 ماينس ال 4 ايكوالز ال 4 هو ال 4 ده يعتبر ملتيبل اوف 4 اه برضه تنفع يبقى كده انا عندي هنا 2 اند 3 هيكون اونلي يبقى الانسر هيكون 2 اند 3 الاختيارين دولت الله على السؤال ده السؤال ده جميل 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 هنا بيقول لك ان ال a smaller than b b smaller than 0 0 smaller than c ركز بس كده بيقول لك ان ال 0 يعتبر greater than ال b انت عارف ده معناه ايه معناه ايه معناه ان ال b ده هيكون بالنيجاتيف وبرده ال b smaller than او greater than ال a يبقى ال a ده برده هيكون برده بالنيجاتيف طب ال c يعتبر greater than ال 0 يبقى ال c ده هيكون بالايه بالبوزيتيف ماشي
طب لما نيجي هنا تحت الروت هنا نعوض بس نعمل سبستيتوت بس بالايه بالساين بس كده. البي ديت بنيجاتيف طب والسي ديت بوزيتيف والاي ديت هتكون بنيجاتيف. تعالى كده نشوف نيجاتيف ملتبلاي بوزيتيف نيجاتيف ونيجاتيف يديني بوزيتيف يعني نيجاتيف باي بوزيتيف ايكوالز الكام نيجاتيف. يبقى معنى كده كل اللي تحت الروت دي بيكون بكام بنيجاتيف. طيب ندخل على الايه ملتبلاي البي اللي هي نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف يبقى دي هتكون بوزيتيف. انت عارف هنا بقى ايه احنا هنا هنجيب الاكسبريشن دي ونقول له ايكوالز الريل بارت اشمعنى لا مش معلش اسف هنجيب الاكسبريشنز دي ونسويها بالايه بالايماجينري بارت اشمعنى يعني اشمعنى علشان تحت الروت هنا بالنيجاتيف والايماجينري بارت لازم يكون تحت النيجاتيف ايه تحت الروت بالنيجاتيف. يعني معنى كده ان روت بي سي ماينس اي ايكوالز 3 اي. ركز بالله عليك ركز. وعندي كمان روت اي بي هقول له ايكوالز الايه ال 2 تمام. تعال نحلها تعال نحل دي الاول. انا عايز اتخلص من الروت هقول له سكوير بوث سايدز نخليها باور 2 دي هتتكنسل هيبقى الريميندر عندي اي بي والتو دي برضو باور 2 نجيب السكوير بتاعتها هتكون ايكوالز ال 4 يبقى الاي بي ايكوالز ال 4. هنا برضو هنعمل هنا برضو سكوير بوث سايدز دي هتتكنسل الروت هيبقى بي ماينس السي بي سي ماينس البي ماينس الاي يبقى اي بي ايكوالز برضو السكوير دي برضو باور 2 3 باور 2 ب 9 والاي باور 2 ما تنساش ان الاي باور 2 بتعكس الساين بتاعت الكوفيشنت ان 9 يبقى البي سي ماينس الاي بي ايكوالز نيجاتيف 9. طيب الاي بي اصلا هنا ب 4 هنكنسل دي ونحط مكانها ايه 4 بي سي ماينس ال 4 ايكوالز نيجاتيف 9 هنودي النيجاتيف 4 دي ديت الاذر سايز بيكون بالبوزيتيف يبقى البي سي ايكوالز نيجاتيف 9 بلس ال 4 يبقى البي سي ايكوالز نيجاتيف 5 يبقى فاليو اوف البي سي هتكون ايكوالز نيجاتيف 5. سؤال حلو سؤال جميل بصراحه يعني هو قال لي هنا انا عايز الفاليو بتاعت البي سي طلعناها بنيجاتيف 5. واتش اوف ذا فولوينج از ترو مين هنا اللي هيكون ترو؟ هل يا ترى 2 3 2 بلس 3 اي سمولر ذان 3 بلس 4 اي؟ احنا اولا ما ينفعش ان انا اعمل كومبيرنج بتوين تو ايماجينري نمبر ما ينفعش اصل الايماجين نمبر ده عباره عن تخيل يعني الفاليو بتاعت الاي ده انا ما اعرفهاش وبتختلف من شخص للتاني يعني هي عندك بقيمه عند انا بقيمه عند واحد تاني بقيمه ده هي بس في 3 اي ده بس ما هي مش معروفه فما ينفعش ان انا اعمل كومبيرنج بتوين ايماجين نمبر يعني ديت ما تنفعش هنا برضو هنا اي وهنا اي برضو ما تنفعش وهنا برضو اي وهنا برضو اي برضو ما تنفعش يبقى في الحاله دي تقول له nothing of the previous مفيش ما ينفعش. طيب نمبر 2 هنا بيقول لي 7i equals x plus 3i bracket y minus i negative 9 find the value of the two real number x and y which satisfies the previous equations. طيب انت عندك هنا الاول التو bracket دولت لازم نطلع الانسر بتاعته ماشي x multiply y يبقى اديني x y تمام والx times the negative i يديني negative x i 3i times y يديني equals 3yi وعندي كمان 3i multiply negative i يبقى negative 3i power 2 ما تنساش وراهم كمان negative 9 انا اهم حاجه عندي بس الايه الاكسبريشنز دي السايد ده انا عندي هنا نيجاتيف 3 اي باور 2 الاي باور 2 بتاعكس الساين هتبقى ايه تبقى بلس 3 تبقى بلس 3 تمام كده تمام. فبقى عندي هنا الاكس واي نيجاتيف اكس اي بلس 3 واي اي والنيجاتيف 9 بلس 3 اللي التو ريل نمبر دوت يطلع لك في الاخر نيجاتيف 6 ما تنساش ان كل ده بيكون ايكوالز الايه 7 اي. طب هتيجي ناخد بقى الريل مع الريل والايماجين مع الايماجين احنا هنا هناخد الاكس واي مع السكس في براكت كده
بلس الايماجين هنا انا عندي هنا نيجاتيف اكس واي بلس 3 واي اي. ركز هنبدا بالبوزيتيف عشان ما العبش في الاشارات. يعني هبدا هنا 3 واي الاي دي هخليها بره والنيجاتيف اكس. يبقى انا يبقى انا عملت ايه؟ انا حطيته هنا جوه براكت بس بدات بالبوزيتيف عشان المساله ما تبقاش صعبه عليا. ما احطش النيجاتيف في الاول تبقى صعبه عليا يعني تلبخني. ايكوالز 7 اي. احنا هنا في الحاله دي بقى هنجيب الريل بارت ايكوالز الريل بارت. هنا ما فيش ريل بارت يعني معنى كده هتكون بزيرو. يبقى اكس واي ماينس 6 ايكوالز زيرو. هنودي النيجاتيف 6 الاذر ساينز يبقى اكس واي هيكون ايكوالز 6. والايماجين هنشيل الاي مع الاي هيبقى عندي 3y ماينس الاكس ايكوالز 7. طيب انا دلوقتي انا عايز اطلع الفاليو في الاكس والواي. ايه رايك لما نودي الاكس ديت نعمل سبستيتيوت؟ هنودي الاكس ديت بالبوزيتيف وال7 دي تدخلها بالنيجاتيف. يبقى 3y بدل ال7 دي تدخل هنا بالنيجاتيف ايكوالز والاكس تروح الجهه الثانيه باكس. شوف انا بقى عندي بقى هنعمل بقى ايه سبستيتيوشن. عندي الاكس هنا الفاليو بتاعتها اهيت. هنعمل لها بقى سبستيتيوت فين؟ هنا. يلا هنشيل اكس ونحط مكانها ايه؟ او هنشيل اكس ونحط مكانها 3y ماينس 7. يبقى الاكس دي الواي دي تيجي في الاول وبعد كده براكت 3y ماينس 7 ايكوالز 6. y ملتبلاي 3y يبقى اديني 3y باور 2. نيجاتيف 7 ملتبلاي الواي يديني نيجاتيف 7y. وال 6 دي تدخل جوه بالنيجاتيف. اشمعنى يا مستر؟ اقول له هنا ايكوال 0. ما دام انت عندك هنا y باور 2 وهنا y ويبقى دي كوادراتيك ايكويشن يبقى انت هتحلها بقى هتعملها فاكتورايزيشن. ممكن نعملها على كالكوليتر مود 5 3 ونكتب هنا بقى الكوفيشنتس 3 ايكوالز نيجاتيف 7 ايكوالز نيجاتيف 6. يبقى الاكس اللي هي الواي يعني هتكون هنا ب 3 كمان ايكوالز والواي ايكوالز نيجاتيف 2 اوفر 3. ما دام عندك هنا 2 فاليوز للواي هيبقى هيكون عندك 2 فاليوز للاكس. هنعمل بقى سبستيتيوشن فين؟ في اي ايكويشن من دولت. يعني تعالى في دي. يبقى اكس ايكوالز 3y ماينس 7. هنشيل الواي دي ونحط مكانها 3. يبقى اكس ايكوالز 3 تايم 3 ايكوالز 9 ماينس 7 يعني الاكس هتكون ايكوالز 2. وهنا برضو وهنا برضو هنعمل سبستيتيوت. يبقى اكس ايكوالز 3 تايمز الواي اللي هي نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس 7. يبقى اكس ايكوالز هنكنسل 3 مع 3 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 7. يبقى الاكس هتكون ايكوالز لايه؟ نيجاتيف 9. يبقى انا كده بقى عندي 2 فاليوز للاكس والواي. الواي اهيت لما تكون ايكوالز 3 يبقى الاكس هتكون ايكوالز 2. ولما يكون عندي الواي ايكوالز نيجاتيف 2 اوفر 3 يبقى الاكس هتكون ايكوالز نيجاتيف 9. يا رب تكون فاهم المساله. ممكن تكون رخمه شويه. ممكن تكون رخمه شويه. تمام. بقول هنا في الاكس بكذا الواي بكذا. عندي 2x minus y equals a plus bi. Prove that the expression that equals 1. حاضر. يبقى انت لازم تطلع الفاليو بتاعت الـ a والـ b الاول. طب نحل البروبلم الاول بتاعت الـ x. 2 plus i over 2 minus i هنعمل times الـ conjugate 2 plus i over 2 plus i. 2 plus i multiply 2 plus i يبقى 2 plus i all over power 2 over. طبعا الـ 2 number دولت بيكونوا conjugate. هنجيب الـ square بتاع ديت هتبقى 4 plus وبرضه دي هتبقى 1 square بتاعت. يبقى كل ده بـ 5. نفك دي يلا؟ يلا. هنجيب الـ square بتاعت الـ 2 تبقى 4 plus i by i power 2 plus 2 by i by 2 يديني 4i over الـ 5. الـ i power 2 ديت هتبقى بنيجاتيف 1. 4 minus 1 equals 3 plus 4i over 5. ممكن نكتبها بطريقه ثانيه اللي هي هتكون 3 over 5 plus 4 over 5 برضو هتكون i. ده مين ده بقى؟ ده الاكس. خلي بالك كل ده اللي هيكون ايه الفاليو بتاعت مين؟ الاكس. لسه الواي. الفاليو بتاعت الواي equals 2 plus 3i over 2 plus i. هنعمل تايمز الكونجيجيت
2 minus i over 2 minus i. الاكسبريشنز ديت او التو براكت دول نعملهم ديستريبيوشن 2 باي 2 ايكوالز 4 2 باي نيجاتيف i نيجاتيف 2i بلس 3i ملتبلاي 2 يبقى 6i و 3i تايمز نيجاتيف يبقى نيجاتيف 3i باور 2 ودولت هنجيب السكوير بتاع دي اديني 4 بلس والسكوير بتاع ال 1. خلي بالك ان i باور 2 نيجاتيف 3i باور 2 يعني بوزيتيف بوزيتيف هنكسر نيجاتيف 3 هتبقى بوزيتيف 3 ديت بوزيتيف 3 4 بلس 3 ايكوالز 7 6 minus 2 او negative 2 plus 6 equals 4i over 4 plus 1 بيديني 5 ده ال y ممكن نكتبها بطريقة تانية 7 over 5 plus 4 over 5i ده ال a ده ال y. قال لي هنا ان 2x minus y equals a plus pi. طيب تعال نمسح كده بس عشان ايه ما نتلخبطش. احنا هنسيب بس اللي احنا طلعناه اللي هو ال x وال y ماشي ده ال x وده ال y 2x minus y لازم نطلع ال value بتاع دي واساويها بال a plus pi 2 multiply ال x 2 multiply يعني ناخد كل ده نعمله times 2 2 by 3 6 over 5 plus 2 by 4 equals 8 over 5 i minus ال y الماينس دي هتدخل على الواي دي تعكس كل الساين بتاعتها يعني كلها تبقى بالنيجاتيف عشان هي بوزيتيف يبقى نيجاتيف 7 اوفر 5 وعندك ايه كمان بوزيتيف 4 اوفر 5 i هتبقى نيجاتيف 4 اوفر 5 i واقول له ايكوال هنا a بلس بي اي. انت عندك هنا التو ريل نمبر دولت نيجاتيف 7 بلس 6 يديني نيجاتيف 1 اوفر 5 و 8 ماينس 4 انت عندك هنا 8 اوفر 5 i نيجاتيف 4 اوفر 5 i 8 ماينس 4 هيكون ايكوالز 4 اوفر 5 i ايكوالز a بلس pi. يبقى الريل نمبر ال a ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 5 وال b equals نشيل i مع ال i هيبقى ال b equals 4 over 5. قالك اثبت لي بقى ان 9 a power 2 plus b power 2 equals 1. حاضر يبقى 9 multiply ال a power 2 نعمل دي power 2 هيطلع لك على الاقل حاسبه 1 over 25 وتعمل دي power 2 هيطلع لك 16 over 25 يبقى 9 multiply ديت باور 2 1 اوفر 25 بلس البي اللي هي 16 اوفر 25 9 باي 1 ايكوالز 9 اوفر 25 بلس 16 اوفر 25 9 بلس 16 هيبقى 25 والدينومينيتور بناخد منهم واحد 25 اوفر 25 بيكون ايكوالز الاي ال1 يبقى انا فعلا ثبتها له 9a power 2 plus b power 2 equals الـ a الـ 1. انا عارف انها مسألة ممكن تكون برضو رخمة تاني بس اهم حاجة تكون انت فاهمها يا رب تكون فهمتها ان شاء الله. احنا كده الحمد لله خلصنا الدرس. اشوفكم في درس جديد بإذن الله. سلام.